متحور جديد لكورونا يثير قلق الصحة العالمية، مترجم أنقذ حياة بايدن لا يزال عالقا في أفغانستان، وكتاب يكشف مفاجأة حول سفاح بريطانيا المرعب. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، أهلا بكم. يبدو أن فيروس كورونا مستمر بالمقاومة رغم حرب اللقاحات، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب نسخة متحورة جديدة من الفيروس اسمها مو، رصدت للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي. المنظمة قالت إن النسخة المتحورة تم تصنيفها في الوقت الراهن كمتحور يجب مراقبته، وأوضحت أن لدى هذا المتحور طفرات يمكن أن تنطوي على خطر هروب مناعي، أي مقاومة للقاحات، الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليه لفهم خصائصه بشكل أفضل. انتهى الوجود الأمريكي في أفغانستان، لكن قصصا إنسانية عادت لتطفو على السطح، أبرزها ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال عن مترجم أفغاني أسهم في إنقاذ الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2008، لكنه لا يزال بين من تركتهم واشنطن خلفها في أفغانستان. وبحسب الصحيفة، وقبل 13 عاما ساعد المترجم الأفغاني محمد في إنقاذ السيناتور حينها جو بايدن وعضوين آخرين في مجلس الشيوخ حين تقطعت بهم السبل في واد ناء في أفغانستان وسط عاصفة ثلجية. وناشد محمد بايدن عبر الصحيفة قائلا: مرحبا سيدي الرئيس، أنقذني وعائلتي، لا تتركني هنا. كشف كتاب جديد في بريطانيا أن كريستوفر هالويل السفاح الشهير الذي بث الرعب في البلاد مرتبط بعشرات الجرائم الأخرى غير تلك التي أدين بها. هالويل يقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بجريمتي قتل بشعتين للغاية كانت ضحيتهما فتاتان في العشرينيات من عمرهما، حيث قتلهما ومثل بجثتيهما في بلدة سويندون عام 2000، فيما ذكر الكتاب الجديد الذي أصدره الضابط السابق كريس كلارك بالتعاون مع كاتب الجريمة بيثان ترومان أن السفاح ارتكب في المجمل 27 جريمة. أعلنت السلطات المحلية في ولاية لويزيانا الأمريكية عن فقدان رجل يعتقد أنه لقي مصرعه بعدما هاجمه تمساح عملاق في منطقة غمرتها المياه خلال إعصار آيدا. صحيفة نيويورك تايمز أفادت بأن امرأة أبلغت عن تعرض زوجها البالغ من العمر 71 عاما لهجوم مباغت من تمساح، حيث شاهدته يقضم إحدى ذراعي زوجها فذهبت لطلب المساعدة، وعندما عادت تفاجأت باختفاء زوجها، فيما لم تنجح حتى الآن جهود العثور عليه.